هذا سائل يقول: ما موقف طالب العلم من الأئمة المضلين؟ بل المسلم العامي خير من علماء الكفار، خير من علماء القبوريين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مرت عليكم القصة اللي فيه واحد من علماء الضلال، قال واحد عامي من أهل التوحيد: أنتم تحتقرون الأولياء. قال: كيف نحتقرهم؟ قال: الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال العامي: سبحان الله، هو قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال يرزقون. قال: إذن أسأل الذي رزقهم أنه يرزقني. أي نعم.